السلام خوتي خواتاتي، جيسبر كو فوزالي بيان. معكم فاميليا فريفيو جديد ومره اخرى مع الفردة. طلبتوه وبجد البروميير اكستريم من البوم طونطون لاندي واللي تلاح اليوم لو لاندي. قبل ما نبداو بغيت نشكركم على الدعوات ديالكم معايا، وبغيتكم كاملين تماركيو لا بريزونس ديالكم بكومونتير، وما تنساوش لايك. نبداو 3 2 1، ليتس جو. واش كتهضر فري ولا غي كتفلا؟ معكم بالصحة الخوان، واللي تعجب يتبلى، ما تزيدوش الطينة بلا. اللي عارف راسو كحيان يتكح زلور يتبلى، يعطي اتساع يتخلى، يقراطي يحبس الفران بلا ما يدير لينا العلة. شعلو الضو ضو يدلعامي رسماني انا غير باومي. الفردة لوم كاغولي الفانز ديالو عارفين باللي كيعجبو يكون بوحدو، ما كيرتاحش في الاضواء والشهرة، وكي كيقول عطيني غير الجيتار وطفي الانارة، يعني خليني غير مع موسيقتي في بيتي سد عليا احسن حاجة. الكليب اخوتي متمي بالبيض والكحل، من ديزاكتيفي كاع الالوان الا الخضر، وكاين بعض ليسين اللي مصورهم اون كولور. ليسين الكليب كيعطوك ايحاء باللي اللي كاتب التراك اللي هو الفردة جالس في نوستالجي كيتامل وكيرجع ديسك حياته قدام عينيه. وضيو هادشي اللي كاين كيف قال في ستوري ديالو باللي كتب هاد التراك في البيريود ديال الحجر الصحي، بيريود اللي خلاتو يجلس مع راسو في لحظة صراحة ويعود النظر في بزاف د الحوايج. زمان راه قراني باللي كلشي فاني، كنت غنموت ربي نجاني. زمان قراني ما نكونش رعواني وما نثقش في اي واحد. وكان خرج في ستوري قال باللي وقعوا ليه بلانات خايبين مع شي ناس خرابي اللي صحاب قرابي بالليه اللي ما كانش متوقع منهم. حياتي بحال شي فيلم قاعد تفرجوا فيه اخويا، صوري لا بكيتو صفريتو باقي شد الريتم. شبه حياته بفيلم حزين واللي فيه الروتين كيتعاود، هادشي علاش اول فرصة جاتو باش انه يخوي غير خوي. انا فيت نبول ايتم صوري الله. وفي لحظة حميمية مع راسو، في لحظة اعتراف، تيقول باللي الدنيا خلتني نظلم الناس اللي بغيتهم، واليوم كيقول ليهم صوري. في هالتراك فغيمون كنحسو بالفردة بحال الا دخل على مرحلة جديدة في حياته، مرحلة اللي غادي يودع فيها بزاف وغيبدا فيها صفحة جديدة. كاجي عندي جني صايك اودي بلابي صاحبي نوبي صاحبي نودي شقا. الرفرا ميلوديك خفيف زوين الصراحة، تيقولك بلا ما نخدم لاندي جيبي ديما مشارجي، يعني بلا ما نحتاج انني نتسابق ونتبع الاضواء ونتبع البوز، رزقي كيجي حتى لعندي. طينا مع لي زينمي تقا جاتنا من اللي قراب، دنيا تقنا فيها شفنا فيها صاحبي كلشي صراف. وتيعاود يأكد على الدقة اللي جاتو من الناس القراب واللي كيبان باللي ضراتو، وتيقول باللي بنادم راس مالو غير الهضرة والحضية، الوغ كو هو حياته هي الليل والميلودي. نورمال كاع ما جيتو بالكانا، ما تقارنش معايا في داري غادي جبان دبانا. وفي هاد اللايز كيبان ليا دق على سنور، نورمال ما جيتهمش بالكانا، التراك ديال سنور اللي بدا به الكانا. ما تقارنش معايا في داري تبان دبانه، وقصد بداري في دوميني، يعني بجوجنا كنديروا الكاكول. انا نيتي مزيانه ولا عطاي ما نفيق ليش، خليه يموت غير في سمو. شكون كيحسب لي انا الفرد غادي يحيد الكاكول؟ دار بحال البلان ديال ميتر جيمز ملي قالوا لي حيد نضادر، حيدهم ودار يدو على عينيه. Finalement, Gandhi Juna derrière ses lunettes sur bien un plateau sûr, de télévision. Bien sûr, tout de suite. D'accord, ok. C'est un bon principe finalement pour être un peu plus tranquille dans la rue. Ouais, exactement. هنا بحال الا بغى يدوز لينا ميساج، بحال بغى يقول ما كرهش يرجع بالزمن اللور باش يصحح بزاف د الحوايج. كانت معكم فاميليا، اللي كيعجبو هاد الكونتوني دعموا بلايك كومونتير، بارطاجيو مع صحابكم، اللي مازال ما تابوني تابوني وفعل الجرس. والسلام عليكم.